هادي ما تقربش ليا، ما تقربش ليا، ما تقربش ليا، ما تقربش ليا. هادي 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 عندك يا جماعة الكاميرا، كاميرا 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 عندك، عندك الكاميرا. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله. هادي خذ خذ خذ. كما تشاهدون الهادي الآن في لحظة تحول بعد بروز بعض الحركات على وجهه، وكذلك عملية شد في يديه مع صوت. هذه حالة الهادي. استغفر الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن كما تشاهدون قمنا بالتقاط الصورة الأولى لكيفية تحول الهادي. الآن في حدود الساعة العاشرة ونصف بدأت تبرز علامات التغير على الهادي ببروز بارتفاع نوعا ما لأذنيه في بداية الأمر، ثم تقلبت عيناه، ثم قام بعملية غضب وهو غاضب جدا. بين الجرأة والخوف الشديد قررنا المغامرة لنرى ما يفعله الهادي في الحمام. فعلا إنه متعطش للدماء. استمعوا، إنه يتحدث بلغة غريبة. لقد حلت الحيرة في أنفسنا، هل ما يحدث أمامنا حقيقة أم خيال؟ هو بحاجة إلى أن يتذوق الدماء. يبدو أن الأمور بدأت تتعقد، الرجوع إلى الوراء هو الحل. إنه جد غاضب، انظروا إلى بؤبؤ عينيه، إنه شاهق بصورة حادة وبحركات تشبه حركات النمر. هناك بعض الدماء في فمه.
يا مدام معلش ممكن مباشرة ثانية. اخرج يا كافر اخرج اعوذ بالله من الشيطان. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اخرج يا كافر اخرج اخرج يا كافر من ابني اخرج اخرج يا الدكتور. قد كريت الدجاجة اخرج. ماذا تريد؟ لقد جئت مسؤولا كيف يجرؤون على تعدي حرمات القبور. من تعدى على حرمات القبور؟ هذه رسالتي لكم وان لم تتوقفوا عن الفتنه مهما كانت فاقسم اني سوف اغرق هذه الولايه من شركها. اقسم اني ولن افعل. وكما اني اسكنت دارا اشعلت فيها النار سوف هذا دليل عني. فهذه رسالتي لكم. من قام بالاعتداء على القبور؟ من قام؟ من؟ إلى كل من هنا. من أنت؟ أنت لا تعرفني. من أنت؟ أنا ملك الجن. أنا مالك حراسة القبور. أدوا على حرمات القبور. ولقد الكثير والكثير. أقسم أنهم سوف يندمون جميعا. من أي منطقة أنت؟ من أين جئت؟ أنا حارس القبور. وما ذنب الهادي؟ لماذا؟ لماذا اخترت الهادي؟ لماذا؟ لأنه ضعيف؟ هذه رسالتي لكم. إلى يا إما أن توقفوا هذه الفتنة يا إما فإني أقسم أني سوف أخرق هذه بالمياه. عن أي فتنة تتحدث؟ عن الفتنة التي صارت في هذه الولاية والمناكر. وقتل أبرياء ولقد قتلوا أبرياء وأطفالا وشيوخا. فما ذنب هؤلاء؟ إن كانت الفتنة بينهم فما ذنب هؤلاء؟ ولن أستسلم ولن أخرج من هذا حتى أقتله وأغرق هذه المدينة. فأقسم بمن خلقني بالله عز وجل أقسم أني سوف أغرق هذه المدينة خلال شهر ونصف. يا إما أن يوقفوا الفتنة فإما سوف يندمون. ما على الرسول إلا البلاغ فهذا بلاغ للعالم أجمع. أنت ملك أنت ملك الجن في القبور هكذا؟ نعم. ما اسمك؟ أغرق فمكم ما دخل لك في اسمي. قلت لك سؤال فقل لهم أن يوقفوا هذه الفتنة لأني سوف أخرق هذه المدينة. لكن لماذا لم تتعدى على من خرب القبور؟ لأنهم جميعا وقفوا فوق القبور ونبش القبور. إنه يتكلم عن الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية غردايا والتي شهدت انتهاك حرمة المقابر ونبش القبور والتي تعد سابقة في تاريخ المنطقة وفي الجزائر عامة. لكم للعالم فإن كل من غرج إن كل من قعد في القبور وإن للقبور حرمتهم فهذه رسالتي. المعجزة الأولى. ماذا أنزلتم؟ أغرق فمك. المعجزة الأولى هذه من أجل الفتنة بين الأباضية والملاكية. هم من استدعون وهم من تعدوا حرمات القبر. فلقد جعلنا لهم ثلاثة معجزات. أولا التماسيح
اثنان من التماسيح والأناكوندا لا توجد هنا. ثانيا آيات القرآن التي لم يمسها عواد ولم ولو قطرة من المطر. ثالثا امرأة تصلي رفعناها. أين رفعتها؟